حاجه كنبغي نشكروا لعابه الرجال ديال نادي الرجاء الرياضي، ومني كنقولوا الرجال على ان من شيم المغاربه هي الرجوله، والمغاربه كيقول لك الراجل هو الكلمه، لان عشنا واحد اسبوع وواحد الشهرين اللي هما صعيبه، كان عندنا واحد التحدي حنا كرجاويين، وكان عندنا تحدي من عند واحد السيد ما عرفتش كيدير، واش هو واقيلا سياسي ولا يمكن مسؤول رياضي ولا ما عرفت وكيل لاعبين، قال لك انا كنتحدى مؤسسه نادي الرجاء الرياضي انهم يديو مالونغو. هنا حنا كرجاويين وكرجاله قبلنا التحدي ديالو، مالونغو مشى، دونك حنا ربحناك في التحدي ديالك، بغينا نقول لك ان الرجاء كبير عليك، دونك غتصد فمك باش تهضر على الرجاء، وباش تهضر على الرجاء خصك توصل للمستوى ديالها، علاش؟ لان اننا كنأديو ضريبه اننا رفضنا نظام الكفاله، لان هذا السيد كان باغي يدخلنا نظام الكفاله في نادي الرجاء الرياضي حنا ما بغيناش، وكنقول لك بان الطلب ديالنا لان خصنا نحكموا عليك كما كيقولوا المغاربه، بقاش تجبد الرجاء، باش تجبد الرجاء خصك توصل للمستوى ديالو، توصل للمستوى ديال المسؤولين ديال نادي الرجاء الرياضي، حنا كنعتمدوا على ولاد الفرقه، وغتشتي ولاد الفرقه اليوم انهم كانوا في لومون باتشي. راه ماشي كانوا في شي فرقه اللي هي ضعيفه، اقوى فريق في هذه المجموعه هو اللي لعب مع نادي الرجاء الرياضي، وحنا كجمهور ديال نادي الرجاء الرياضي ولا كمنخرطين، حنا كنطلبوا ماشي غنقولوا حنا ما كنمجدوش الرؤساء، الرئيس كيجي وكيمشي، ولكن لعابنا فوق راسنا، حنا ما غنديروش تمثال الرئيس، ولكن نقدروا نديروا تمثال انس الزنيتي، لانه رجل المقابله وكيستاهل، عندنا رجاله برافو عليهم، برافو على السلامي.